سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي. شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل. يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شف هو تعليم المتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
فينبغي يتكان لطالب العلم ومتكزك علم ألا يتهاون أسدراه بالآداب آداب والسنن للسنة فإن من حقيقة يلي يتهاون بالآداب وسدراه آداب يحرم السنن وكسش السنة ومن تهاون بالسنن لم يكسدراه السنة حرم الفرائض وكسش فراضي ومن تهاون بالفرائض لم يكسدراه فراضي حرم الآخرة وكسش أخيرا وينبغي أن يتككان أن يكثر أكثرش الصلاة صلاة ويصلي مع صلي صلاة الخاشعين صلاة يوم كيف فإن ذلك حقيقة هيلو عون له نمساعدة وكيي على التحصيل جو يكوبة علم والتعلم نبجفنشا أنشدت لمنبيوة للشيخ الجليل وشيخ التكوف الزاهد من يكوبة نيوم ودنيا الحاج الحاج نجم الدين نيوتا يديني عمر بن محمد النسفي كل الأوامر قوك ومامرشو والنواهي نمكتازو حافظا نمونيك حفاظي وعلى الصلاة نكوية صلاة مواظبا نمونيك فوزا ومحافظا نمونيك شنكا واطلب علوم الشرعي زنجي علم يكشرية علم زكشرية وجهد نوجبين واستعن نوتك مساعدة بالتنجبات وفيقول في حلال تصوير وتقوى فقيها نمنجون وفقه حافظا من يحفاظ واسأل إلهك نوموم بمولاك حفظ حفظك ويحفاظ حفظك راغبا حل يكون من يقول بكيزة في فضله katika ubora wake fadhahu basi Mwenyezi Mungu khairun hafidha ni bora zaidi ya mwenye kuhifadhi wa kana aidan amesema tena rahimahullah atii'u tuini wajibu na mujibinde wala taksaru wala musifanye uvivu wa antum na nyinyi ila rabbikum mpaka kwa mula wenu tarjiuna mutarejea wala tahajau wala musilale fakhiyaru wara basi bora zaidi ya viumbe qalilan min al-layli ni uchache mno kutokamana na usiku ma yahjauna wala walala wayambaghi yatakikana an yastashiba أصحبياني دفترا ندفتاري على كل حال دو كل حال ليطالعه إلي أن يطليه أطلي كتابه إيشو وقيل كم سموا من يوتي أمباري لم يكن له دفتر حقو أنا يي أنا دفتاري في كومه كتكم كنواك وكازو لم تثبت الحكمة حيثبوت حكمة في قلبه كتكم نواك وينبغي أن يتككان أن يكون في الدفتر كوي كتكهيل دفتر بياض كنا بيوب ليكتب فيه إلي أنديك لنياك ما سمعه على جكسكية من أفواه الرجال كتوك كتكهيلوم ويواجه ويستصحب المحبرة ويستصحب المحبرة ناس حبياني نكيشوبة شوينو ليكتب إلي أنديك ما يستمع أنا جسكيليزا وقد ذكرنا نحكيكة متاجة حديث هلال بن يسار حديث هلال بن يسار بسم الله الرحمن الرحيم فينبغي يتككان لطالب العلم ومنك زكى علم ألا يتهاون أسدراه بالآداب آداب والسنن السنة فإن من حقيقة يلي أمباي يتهاون وذراه بالآداب
kukoseshu wa sunna wa mantaawana bisunani na yote mwenye kudharau sunna hurima alfaraidhu wa hukoseshu wa faradhi wa mantaawana bilfaraidhi na yote mwenye kudharau faradhi hurima alakhirata atakoseshu wa akhira wa yambagi ni atakikana an yukfira akifirishe aswalata uswali ويصليان على أصالي صلاة الخاشعين صلاة يوانيكيف فإن ذلك حقيقة عون له لمساعدة كيهي على التحصيل يويا كباتا والتعلم نكجفنشا أنشدت لميبي والشيخ الجليل الزاهد الحاج نجم الدين عمر بن محمد النسفي أسيما كن قوة للأوامر كمامرشو والنواهي نمكتازو حافظا نمونيك حفاظي وعلى الصلاة نجو يسوالا مواظبا نمونيك فوزا ومحافظا نمونيك تشونغا وطلب علوم الشرع زقيع المزكشرية وجهد نوجبين واستعين نوتكم سعادة بالطيبات كفكنا بحلالي تصير تقوى فقيها لمن شؤون وفقه حافظا لحفاظه واسأل إلهك موم بملواك حفظ حفظك كي حفاظ حفظك راغبا أن يكون من كل بكيزة في فضله كتب رواك فالله بسمك عزمونه خير حافظا نبور زايد يود حفاظه وقال أيضا من سمتين رحمه الله أطيعوا مطيعين وجدوا لمجبين ولا تكسلوا ولا مشفعوا بيفوا وأنتم نجين إلى ربكم مباكك ملوين ترجعون مرجيا ولا تهجعوا ولا مسلال فخيار الورى بور زين يفيوب قليلا من الليل نوشاشرون كتب من يوسيكوا ما يهجعون ونولالا وينبغي لتككان أن يستصحب أصحابيان دفتارا لدفتاري في كل حال كتك كل حال ليطالعه إلى قتك طولين وكتولي كتابه إيشو وقيل لكم سبكان ومن يوتي أباي لم يكن له دفتر هكو أنا ولي دفتاري في كمه كتك مكون واتو أكاسو لم تثبت الحكمة هل تثبت حكمة في قلبه كتك مرواكي وينبغي أن يتككان أن يكون إيه في الدفتر كتكلم دفتر بياض كنا بهوبة ليكتب فيه إلى أهديك لنياك ما سمعه أنا شكسكية من أفواه الرجال وتكمن مليون يا واتو ويستصحب المحبرة ناسح بياني نكتوب تشوينه ليكتب إلى أهديك ما يستمع أنا شكسكية أو أنا شكسكيليزا kuna tofauti ya samia na istamaa. Samia amesikia hata kama kwa bahati mbaya, istamaa amekusudia kusikiza. Unasema samia amesikia, istamaa amesikiliza. Tumefahamiana? Mimi hapa msikiliza au msikia? Sikiliza. Wa antum tastami'una ilayya, sio? Maana yake mmekuja hapa mmekusudia kunisikiliza, hebu tasema tastami'una. ليكتب إلى أهديك ما يستمع على تكسكيليزا. وقد ذكرنا نهديك تمتاليا حديث هلال بن يسار. حديث هلال بن يسار. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا بلالك وعتاب والسنة للسنة فلا إنما تذكر بالوحفة يتعاوى المذكراه بالعذاب وعتاب يقرب السنة Thank you.
العلم لازم أشوف السنة أشوف أدابي طالب العلم لازم أمور من يسمونه أسئلة يوصيكم في بعض الطرقات تسمون زوجكم نطالب العلم أو نكتبه أما شو كنا مرة تقول وطالي حتى هو منافوسي منافوسي يكاي وتبي أنا كتاب شوشوتي منافوسي نقول أنا بيجو تبي أنا كتاب إلي أكفيك مهاني إيه دوغو تشو وطالي لما يسمون أمرهم وشخيلته ولموته mpaka uchumzima wake kile umonapo ya mshika nini kitabu hata kitembea tu kama anashika kitabu bai mnisumbua mbaya hata tulikusafiri na yeye kwenda Yemen pia utamuona mwana kuzuru makaburi tulipokwenda Shibam kuzuru mawali waliofariki kule tulipokwenda Tarehe iwenda tuonyesha hivi kaburi la shaka fulani lakini mkuona shika nini kuona shika kitabu mkija kwenye jari ni mwazungumzi ya mfungo wa nini basi ile ndio hali ya mtu ambaye mtu wa elimu kila wakati hupatiliza akitembea kutembea na kitabu na kitabu utakachokuwa nacho kiwe na bayafu bayafu katika kitabu ni sehemu waliona hii na kama mtakumbuka huko nyuma tuliposoma tulisema kitabu atakana kiwe ni murabba nakumbuka tuliposoma masomo za taalimu nisoma kitabu atakana nini kiwe ni murabba akasema fa innahu taqti'u abi halifa kitabu kwa murabba na kwa huko ndo kando kuna nafasi hizo nafasi usiingia nini asema liyaktuba fihi ma sanga al afwah rijal mketi mahali mwenye wasomo kwa kitabu cha sura za hikma iko nafasi ya dhikri ya hikma ili baadaye usisahau سبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا فعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.